إنسان يلعق نعال الأعاجم الفرس اللي جايين إلى كربلاء. ليش؟ نمطوا عقله، قالوا له أن تراب هؤلاء أشرف وأشرف من كذا وكذا، فيقبلهم ويتبرك بنعالهم بعد. نمطوا عقله، جهلوه، ما عرف قرآن، ما عرف سنة، ما عرف شيء. شوية إنصاف، وهي رح أقولها بالفم الملآن. في عند السنة أخطاء، عن في عند الشيعة أخطاء، أنتوا عندكم وجهة نظر وهذول عندهم وجهة نظر، حاجة نازلين ببعضكم طخ، كل واحد بيلقطله حكاية من هون وبيبلش يطخ على الطرف الآخر. قدموا حسابكم يوم القيامة لرب العالمين. هذا التفرقة والفتن فيما بينكم لا بترضي الله ولا بترضي رسوله ولا بترضي حدا، ولا السباب ولا الشتائم بحل مشكلة، ولا من كل ما تصنعون. أيضا شوية إنصاف، إذا سمعت لكم شي شيخ حكي خرافة بتقولوا هذا هو التشيع. المشكلة بيننا وبين الشيعة مش أنه بس ما بيحبوا الصحابة، فضلوا كيف بيحكوا. طيب إذا طلع شيخ بيخرف بيعمل طقوس مثل هالطقوس اللي عم تشوفوها عم تنتشر كل عاشورة، بيخترعوا طقوس جديدة. طيب بيصير كل الشيعة هيك؟ ما بيصير. شوي عدالة، شوي عدل. رب العالمين سبحانه وتعالى دافع عن اليهودي، عن اليهودي دافع. أنت ما قادر تحب خيك في الإسلام الذي يشهد أن لا إله إلا الله؟ ليش هذا الكره بين الطوائف؟ وليش الكره داخل الطائف الوحدة؟ يعني مثلا هلا مش عم بحكي أنا هيك، إذا بيسمعوني اللي على غير رأيي شو بيقولوا؟ ما هذا ملعون، مدرسته مدرسة وهابية. مش بس بيحكوا علي، بيحكوا علي وعلى السيد الأستاذ رضوان الله عليه، السيد فضل الله. معقول مش قادرين نحب بعضنا؟ معقول مش قادرين ننفتح على بعض؟ وكلنا بنطلع على المنابر مننظر في الإسلام ومننظر في الوحدة الإسلامية ومننظر في احترام الآخر ومننظر في حقوق الإنسان ومننظر في ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، مننظر ومننظر، وعلى الأرض شو؟ هذا فاسق وهذا فاجر وهذا كافر وهذا ضال. كما قابلوا المغالين فيهم بما هو أشد من ذلك. وهل يرضى الإمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يزحف لبيته الزاحفون على البطون والصدور فتسيل دماؤهم بدعوى التكريم للإمام وإظهار الطاعة وإبداء روح الفداء؟ وهل يرضون لأحد من شيعتهم أن يقاد من سلسلة في عنقه قود الكلاب لزيارتهم أحياء ليرضوا بذلك وقد انتقلوا إلى دوار الله؟ وكل ذلك نمارسه اليوم ويطبع بطابع الشعيرة ونتبرع له بهذا الوصف، وصف الشرعية والمحبوبية والاستحباب. وفي هذا يعني جماعة بن حسن وعلي حسين بأي طريقة بيزحفوا زحف الكلاب حتى يوصلوا إلى مقام الإمام الرضا يصيروا ينبحوا ذبح الكلاب؟ والله صل على الحسين، كثير منيحة هذا. عند إشكال على الذين يخرجون أصوات الكلاب مولانا، يخرجون أصوات الكلاب مولانا، يقول يريد يضعف الشعائر الحسينية. بينك وبين الله أن يكون الإنسان بصورة كلب، هذه من الشعائر هذه. ولكنه هذه على مرور الزمن نفس الكلام قوله في القراءات العقدية وفي القراءات الفقهية وفي القراءات ماذا السياسية، هذه قد تخرج أول مرة وهي جديدة، ولكنها ولعلها غير مطابقة للواقع، يعني صحيحة لو خاطئة، ولكنه على مرور الزمن لأن الشيخ طوسي قال بها إذن تكون ماذا؟ تكون مقدسة. ولهذا وجدتم قلت لكم في الحلقة السابقة أن كثير من الروايات صحيحة السند لا بد من العمل بها متنا مضمونا، يقول لأن السابقين لم يعملوا بها وأعرضوا عنها وتركوها، إذن يجب علينا ماذا؟ نحن هم نتركها.